الحمد لله وفقنا. بتكلم عن الأوفنس الباسات والسكورينج. الله وفقنا الحمد لله. وعلى الشوطين الأخير الشوط الرابع وايد جبنا 3 بوينتس وهاي الشيء اللي خلانا نرتفع عن الكويت. بالنسبة حق الشوط الأول والثاني صار في بيننا وايد تعادل بيننا وبين الكويت، لكن احنا تمكننا من نفوز عليهم الحمد لله. يعني إن شاء الله المباراة بوتر نوصل حق المنصة إن شاء الله.